إنها قضية أحمر بالخط العريض منذ سنوات، قضية جمعنا عبرها مباشرة على الهواء شاباً وصبية، نادين المسلمة وويليام المسيحي، زوجهم البرنامج ولكن للأسف زوجناهم بأبرص، تزوجا وقالا لا للنظام الطائفي ولسمومه المنتشرة في المجتمع اللبناني. هذا في أحمر بالخط العريض. أما صباح أول من أمس فأمام مجلس النواب، عرس انتهى بحفلة عنف وجر العريس أرضا، استقبلوا معي العروسين. العروسين حسين مهدي، مساء الخير، فيك مساء الخير. حسين مهدي ودانا ايضا العروس اللي كنتوا بمجلس على يعني قرب بساحه مجلس النواب عم تعتصموا، تفضلوا، اهلا وسهلا فيكم، تفضلوا. حسين مهدي انت ضيفي، كنت معي بحلقه عشير واليوم ثاقبت ايضا، مش ثاقبت يعني صار في حدث نهار الاثنين، ما صدع وجودك ايضا معي الليله بالحلقه. حسين مهدي، قبل ما احكيك حسين، مازن بو حمدان منسق تحرك شمل، مساء الخير مازن. مطلور. اي رمزيه كان بيحمل الاعتصام اللي اجريتوه يعني قرب مجلس النواب بساحه النجمه نهار الاثنين؟ القانون سلم من سنه للمجلس النيابي وكان في تجاهل لنهار الاثنين يعني، ونحن كان عندنا يعني حابين نتحدى اول شيء الطبقه السياسيه، حابين نرجع الواجهه الاعلاميه للموضوع، حابين نحكي فيه من جديد. فنزلنا سلميين، كان في استعراض صبايا يعني وشباب، كان في حسين ودانا كان لابسين عروس والعريس، ليه اخترتوا يعني لبس العروس لبس العريس الطرحه مجلس النواب وساحه النجمه؟ فهمت لي مجلس النواب وساحه النجمه، ولكن ليه اخترتوا يعني اللبس؟ يعني مساله بسيطه، اول شيء شخصين بحبوا بعضهم بدهم يتزوجوا بلبنان بلا ما يروحوا على اي دوله خارجيه، لبنانيه بدهم يتزوجوا بلبنان، بيستاهلوا قانون لبنان للاحوال الشخصيه. نعم. مساله بسيطه، زواج مدني مختلط او زواج مدني فقط؟ يعني زواج مدني فقط بغض النظر، يعني بالنهايه في حريه اختيار للاشخاص. نعم صحيح، اذا الاشخاص بدهم يتجوزوا اذا كان مختلط او زواج يعني، بس بالنهايه هو زواج مدني. في شيء نزلتوا على ساحه النجمه، شو صار معكم تحت؟ مثل يعني المشهديه تقريبا مثل هون، يعني كنا تقريبا سبع اشخاص، انا ودانا بالاضافه لاربعه بالاضافه لخمسه غيرنا. تجمعنا قعدنا ورفعنا اليافطه يلي هي بتعبر عن انه اللي هي بتقول موجوده معنا بالبلاتو اليوم، حرروا نعم. القانون اللبناني للاحوال الشخصيه من جواريكم الطائفيه. نعم. بلحظه معينه بيجي احد القوى الامنيه بالاضافه لشخص لابس مدني، هو بعتقد كمان مسؤول الامن تحت، بيسحبوا اليافطه بشكل جدا متوحش، وبنفس اللحظه ينطلب من الدرك انه يزعقوا كل الصحفيين من الساحه. اقل كلمه كان عم ياكلها الصحفي هي انه اذا ما بتفل من هون رح نكسر الكاميرا على راسك. بعد ما تاكدوا انه جميع الصحفيين صاروا خارج الساحه، اجوا لعنا، توجهوا لنا بشكل مباشر انه بدك تفلوا بالسهل ولا لا. نحن التوجه تبعنا انه كنا عم نخاطبهم نقول لهم نحن بدنا حدا من النواب يجي يخاطبنا يوعدنا انه حيناقشوا هيدا القانون. شو صار؟ وبالتالي هن ما نطروا حتى، يعني نادى دغري سريعا دوريه من الدوريه للجيش اللبناني، اجت تعرضت لنا، تعرضنا للبيط، لشحط على الطريق، تعرضنا لخبيط، حدا من الشباب اكل بالبوريد كنا عم ناكل قتل، انشحطنا طول الطريق لحتى وصلنا على السريه، وصلت فيهم الموضوع لحتى انه تحرشوا جنسيا باحد الناشطين اللي كانوا معنا، ادخلوا البارودي بقلب مؤخرته. هيدا صار فعليا تحت. هيدا عدا الإهانات والمسبات والشتائم يلي بمعظمها كان جنسية، وصلوا لحدية التلميح بالاغتصاب. يعني لما كنا بالسرية مطرح ما تقلنا أحد العناصر تبع الجيش بيقول لزميله بيقول له لا يعني هون نقي واحد منهم، نقي لي حدا من الشباب حتى أتجوزه. بس هل أنت بتحمل كلامها؟ أنت بتحمل مسؤولية هذا الكلام طبعًا يعني حسين طبعًا. ولكن هذا الشيء لا، ولكن حصل. بس بدي أسأل أيضا دانا، النساء أيضا تعرضوا، يعني الصبايا أيضا تعرضوا لهذا الاحتداء أم لا؟ نحن وقت أخذوا الشباب لبرا جربوا يمسكونا من إيدينا وينشلونا، بس في حدا قال لهم وقفوا اتركون. تعرضنا لإهانات، لكلام بذيء، لتمسخروا علينا، تمسخروا على قضيتنا، تمسخروا على الحق اللي عم نطالب فيه. نعم. زلونا فعلا يعني بالحكي.
هيك لحالهم اجوا اعتدوا عليكم، ما صار في اي استفزاز من قبلكم ابدا، انتم قاعدين مسالمين هيك دغري؟ نحن جينا قعدنا رفعنا اليافطه وما يعني قلنا لهم انه نحن باقيين عم نطالب، بدنا نطالب بحقنا. اوكي عم بتطالبوا بحقكم حسين، عم بتطالبوا بحقكم، ولكن عم بتروحوا بمنطقه امنيه، مجلس النواب، في شرطه المجلس، وفي قوانين اليوم بالبلد، يعني اليوم مش كل واحد في ينزل في بتاخذ ترخيص للمظاهره، بتاخذ ترخيص وبتنزل بتتظاهر. استاذ مالك بمكان ما اليوم كثير عم بيصير صح. نعم نحن ما بدنا ترخيص لحتى نطالب حقوقنا، ما بدنا ترخيص لحتى ننزل ونخاطب المجلس النيابي، هيدا حق من حقوقنا، حق اساسي من حقوقنا. فيك تاخذ كنت معيد مثلا من وبكل كيف فيك تاخذ معيد من النواب مثلا وتخاطبهم النواب بمكاتبهم؟ حاولنا ناخذ معيد، حاولنا كثير ماشي الحال. نعم نحن من سنه لهلا وعم نحاول انه نوصل لنتيجه بهالموضوع، حتى يعني ما بداوا بنقاشته للموضوع، المشروع القانون بعده نايم بقلب المجلس. يعني بس اليوم هيك يعني هيك القوى الامنيه يعني اعتدت عليكم من دون اي اليوم هيدا شيء مزبوط، بس اليوم بصير في كثير تطاول، يعني اكيد العنف مرفوض، ولكن اليوم صح. في ايضا الجهه اللي عم تتظاهر ممكن اكيد تكون يمكن استفزت او شيء للقوى الامنيه ليتصرف بهالطريقه، انه هو الهواء مفتوح مباشره على الهواء، والهواء مفتوح لحق الرد لاي جهه بتحب ترد على هذه النقاط. حتى احد الصحفيين صحافي بجريده السفير عاصم بدر الدين اقتيد معنا الى الاعتقال وتعرض ايضا للضرب. نعم. لما عرف عن نفسه على انه صحفي انضرب اكثر، اعتبر انه هو كلمه صحافي بتحميه، انضرب اكثر، بعتقد هو كتب عن الموضوع وحط تجربته شو صار معه بالضبط. نعم. وجميع كل الصحافه حكت بالضبط شو صار عن هذا الاعتداء تعرضنا له، ونحن كنا لا عنفيين، نحن كنا بس قاعدين، ما تعرضنا للقوى الامنيه حتى لفظيا ما تعرضنا لهم. اوكي في معي متر قليل قصه محاميه وناشطه حقوقيه، متر يعني شو تعليقك على 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 شهاده الشباب اليوم؟ يعني ليه ايضا العنف مرفوض ومرفوض ومرفوض؟ يعني اليوم شيء عم بيتظاهر وصرنا يطالبوا بهالشيء والقانون بيقولوا تعرضوا بمجلس النواب وبدوا اقرار، ولكن ما عم بسمع، ممكن تعلي صوتك شوي؟ هو هيدا حق طبيعي، وهلا القانون بمجلس النواب. نعم. وبحاجه لاقراره، ولكن المساله المطروحه انه نازلين يتظاهروا بمنطقه امنيه وهيدي بدون وجود تراخيص، لذلك تعرضوا واجوا قالوا لهم انه فلوا روحوا بالاول مرتين ثلاثه، بعدين ما راحوا تعرضوا الى هذا العنف، لذلك لو كان معهم هالترخيص هيدا ما كانوا واجهوا هالمشاكل هيدي. هل هذا يبرر العنف يعني؟ يعني اكيد لا، اكيد لا، ولكن كان مفروض يفلوا مجرد من اول مره قالوا لهم فلوا، ونحن قالوا لكم فلوا. نعم نعم باول مره نعم، ولكن بعدين ما فلوا. انا بحب اقول شغله انه العصيان المدني احيانا ضروري وأساسي واجب إذا ما حدا عم بيسمح، ما عم بيسمعنا وما عم بيرد حقنا. على عظيم، جيبوا كتوا الترخيص وكتوا قعداتكم وانزلوا. كنت نزلتي معهم؟ كنت نزلتي معهم؟ سألوا لي كنت نزلت. هن عم بيطالبوا بقانون أحوال شخصية مدني. إذا قالوا لي كنت جورج أنت أيضا شاب البين، كنت نزلت معهم؟ ظهرت؟ أكيد لا. أكيد لا، ليه أكيد لا؟ إنه عم بيطالبوا شيء أنا شخصيا مش مقتنع فيه، إنه كيف بدي أنزل معهم يعني. إذا فيني جاوب أنا. تفضل. اول شيء انت اذا مانك مقتنع ما تتزوج على القانون اللبناني، انا وياها مقتنعين، هو وياها مقتنعين، حرين، حريه شخصيه، بده يتزوج على القانون اللبناني الاحوال الشخصيه عنده الحريه، بده يتزوج على قانون طائفته حر. انت بس ما عندك حق تجبرني برايك، الشغله بهالبساطه يعني، ما عندك حق. انا ما عم بجبرك، بتروح على قبرص انا اجي على لبنان. القوى الامنيه جبرتك، شو بتعمل؟ اوكي يعني. مثلا بقصه القانون يعني شيء بسيط، اختيار يعني. إلسا كنت نزلتي معهم؟ ليه ما كنت نزلتي معهم شباب؟ نزلت لانه ليه بدي انزل معهم؟ عم بيطالبوا عم بيطالبوا بقانون مدني للاحوال الشخصيه. شو بفيد زواج مدني؟ انا هي بدي اسالهم. شو بفيد؟ شو بيزيد على الزواج الديني؟ بالعكس هو بنقص. الزواج المدني بالنسبه للزواج الديني هو زنا. هو شو؟ زنا. يعني ما فيه بركه الله، ما فيه حضور الله، فيه الغاء لإله. هذا رايك شخصي صراحه، رايك شخصي وبتكلم هذا مش رايي شخصي، هذا راي الدين. في أشخاص كثير مؤمنين بزواج، ولكن اليوم البطرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي يقول وبيقول أنه ضروري اعتماد الزواج المدني الاختياري في لبنان بعد الكنسة. أكيد أكيد، ما بفتكر من أوله شيء ما قاله، ما عم بقوله، عم بقولك هو الاختياري، لأنه معروف بالكنيسة أو حتى بفتكر عند الإسلام كمان، لأنه أنا مسيحية، بس بفتكر عند الإسلام أكيد مجرد ما يكون في حضور لرب. نعم. وبركته هيدا زمان. أوكي حسين مهدي، يعني من يعرقل هذا القانون بالنسبة لك؟ الجهات الدينية مثل ما هي مثل ما عم بتقول إلسا أو النواب عم بيعرقلوه؟ علما أنه أحمر بالخط العريض عمل استفتاء بالحلقة الماضية وشاف أنه 68% من 68 صوت نايب قالوا نعم نحن معه. مزبوط. لكن ليه لا يقارن؟ المعرقل الأساس لهذا القانون هو الطبقة السياسية بحد ذاتها، طبقة سياسية طائفية.
هي المعارك للقانون. يمكن مزبوط هالإحصاء، دائما نحن النواب دائما خطابهم بيكونوا هن مع هذا القانون، ولكن ليش لا يتم مناقشته هذا القانون إذا هني هالقد معه ومش خايفين منه؟ ليش أساسا خايفين من القانون؟ حتى ليه الأستاذي أو الأستاذ خايفين من هيدا القانون؟ هو مطرح من المطارح هيدا قانون بيساعد أكثر على موضوع الاندماج والاختلاط بين الطوائف، بخفف من حدة الطائفية الموجودة بالبلد. أنا بدي أسألك سؤال معلي بالإذن منك، إذا أنت متفق أنت والشخص الآخر على الزواج وفي دين آخر، إذا من هلأ مختلفين ما حدا من التاني بده يروح على دين التاني، انت فكرك انه بتنتهي اذا حبوا بعض من دينتين مختلفين شو بيعملوا؟ بيتجوزوا بسافر على قبرص؟ انه في حدا بيقتنع بدين الثاني، لانه بتبلش بالزواج بس ما بتنتهي المشكله. اذا تزوج مدنيه ما بتنتهي المشكله، بالعكس بتبلش. برايك تفضلي تفضلي بس نعم تفضلي. انا برايي الزواج المدني مثل اللي عم يمضي كونترا، عم يشتري سياره او عم بيقدم على شغل، عم يمضي كونترا. هذا حكي جاهل استاذ مالك، حكي جاهل. نو مش جاهل، هذا بالنهايه رايي. بس ما في قدسيه ليكون مقدس الزواج، لابد انه يتكلل بالخوري، لابد انه يتكلل بالشيخ. انت مع انه الشباب تعرضوا للعنف وقت نزلوا يتظاهروا بهالموضوع؟ انا ايه مع، بمعنى انه طب هو نازل لحظه مع انه الشباب مع تحرش جنسي، انت نازل فوق القانون مش تحت القانون. نعم، سو خليك تتحمل كل شيء راح يصير فيك. حلو كثير، انا هيك برايي. انت نازل فوق القانون تحمل كل شيء لوقت فوق القانون. اذا بتسمع استاذ مالك كيف بدك تدافع عن حالك وانت اوريدي فوق القانون؟ انا بلبنان كمواطني انا تحت القانون وما عندي حقوقي، سو كيف اذا انا فوق القانون؟ مايكروفون بس بعزبك ما بقى. تفضل احكيها حسين عنه، ما في ميكرو. لا انا صدمتني بجوابه انه مش مسموع صوتك. تفضل حسين، خلينا نتفضل في كلمه اخيره. لا انا بدي اقول شيء متعلق بموضوع خبريه الدين. بالنهايه في شيء بتعلق بحريه الاختيار، يعني اذا انا وضعنا اخترنا انه بس هي عم بتقول لك هي ما انه انت تنضرب اذا نزلت ظهرت. انا مش من موضوع اليوم، مش الزواج المدني اليوم. لا مش عم بعرف شو بدي ارد عليها صراحه، عن جد صدمتني. انا بقول لك بالنهايه نحن الشباب تحرشوا صمت تحرش جنسيا. اذا في حدا عناصر بيناتكم عناصر الجيش قال البنات بس خليني اسمع، خليني اسال كفي حسين اذا بتريد كفي حسين. لا اللي كنت عم اقوله انه معلش صار في تحرش، كان في تلميح بالاغتصاب، حتى الصبايا اجا قال لهم انه كان في شيء حوار عم يدور. عم بتقول لك التزم بالقانون ما بصير هالشيء. لو التزمت باللي قالت لك يا القوى الامنيه اول شيء، لو القوى الامنيه حريصه هالقد على القانون وعلى النظام، ما بقى كل الشيء اللي ارتكبته منه قانوني. الضرب غير قانوني، التحرش الجنسي غير قانوني، التلميح بالاغتصاب هذا كله غير قانوني. لا اذا هيدا مستفز. وضع البلد على شفير الهاويه، انت نازل سبع اشخاص الزواج المدني تياب عرس ولا وضع البلد ايه شنو انت من طالب حقوقنا المدنيه تعرضوا لاغتيالات وانت نازل حد المجلس النيابي تتظاهر إيه؟ شو عرفك انه سبع اشخاص سلميين يا شباب؟ حد عنده نوايا بالعدد سبع اشخاص كلنا، بس انه ما عندك تصريح. نحن مش طريق، نحن ما بنسكر رصيف، مش طريق. سبب زايد انه كلكم سبع اشخاص، مين بتمثلوا انتم من المجتمع تنزل سبع اشخاص قدام المجلس النيابي؟ مرحبا أنون، شكرا لكم.